طيب معلش يا استاذ عبد القادر، اسمح لنا بس ان احنا يعني نخرج شويه خارج السياق اللي احنا بنتكلم فيه، ان وردنا خبر عادل وهو رفض استئناف المتهمين باغتصاب الطفله زينه وتأييد الحكم بحبسهم. معانا على الهاتف الاستاذه شيماء غزال والده الطفله زينه. مدام شيماء مساء الخير يا فندم. الو، اهلا مدام شيماء. انا دلوقتي عايزه اسال سؤال. اتفضلي. رئيس الجمهوريه ده انت ازاي قادر تمسك دوله وتحمينا من ارهاب وانت مش قادر تغير قانون الطفل؟ ازاي مش قادر تغيره؟ ازاي هو قدامه واحد صلب عرض وبيضيع عليه طفل؟ ازاي 2 مهدي بالشكل ده وبيضيع عليه اطفال؟ انت ازاي ماسك الدوله؟ رؤساء الدوله دول ازاي ماسكين دوله اصلا؟ لما انت مش قادر تغير قانون تحميل ولا هتعمل. طيب أستاذة شيماء يعني اسمحي لي، يعني رفض الاستئناف يعني إلى الآن وتأييد الحكم بالحبس اللي صدر، إن الواد ده سنه أكبر من كده، هو رغم من كده ما عملوش، ما جابوش طب صالح يكشف عليه. الابن محمود ده أكبر من كده وما تدخلوش عيلة ميلاد. طيب وماليش دعوة أنا أصلا بشهادة الميلاد، دلوقتي دول مش بالغين وصالح بيقول يتعدموا. طيب أستاذة شيماء غزال أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. من الواضح طبعا أن في حالة من الاحتقان برغم من رفض الاستئناف، ولكن طبعا يعني أكيد هي عندها حق، إحنا ما نقدرش نلومها في يعني مشاعرها لأن دي بنتها اللي اتقتلت بالطريقة البشعة دي، فأكيد يعني إحنا بنعذرها وهي معاها كل الحق. والحقيقة إحنا بنطالب الجهات المسؤولة أن هي تكون سمعت يعني مكالمة مدام شيماء ويعني حست بالاحتقان وحالة الغضب اللي موجودة مع الأستاذة شيماء. طيب خلينا نرجع مرة ثانية نكمل حديثنا مع الأستاذ عبد القادر شهيب عن القمة العربية. طيب خلينا يعني أستاذ عبد القادر نتكلم عن بقى يعني الأزمة السورية والملف الفلسطيني في القمة العربية. حضرتك شايف القمة العربية مفروض تعمل إيه في الأزمة السورية؟ أنا بس لو تسمحي لي بتعليق قصير جدا على مكالمة والدة الطفلة زينة. طبعا هي معاها كل الحق ولا يمكن وإنه إلا أن نتفهم حالة الغضب التي انتابتها حاليا، أنها كل وقت بتتذكر ما حدث لابنتها، يعني طفلة بريئة صغيرة السن تغتصب وتقتل بالطريقة اللي حدث بها دي، يعني ربنا معاها ويصبرها ويبرد نارها. لكن الحقيقة يعني حتى هي اللي كان الرئيس عدلي منصور بيطالب بتغيير القانون، طلب منها هي وطلب من كثيرين انه يغير القانون حتى يخفض سن الطفل، بحيث انه السن الذي يرتجم، لان احنا بنشوف يعني من هم دون ال 18 في سن 17 وال 16 احيانا بيمارسوا جرائم قتل وعنف بشكل واضح وبيعتبروا في الاخر حدث يعني بيعامل كحدث وبيفلت من العقاب. لكن اللي عايز اقوله بالنسبه للجريمه دي على وجه التحديد، حتى ولو الرئيس عدلي منصور خفض السن في قانون جديد، القانون الجديد لا يطبق بأثر رجعي، فتبقى يعني ده أيضا لن يمكن والدة الطفلة زينة من أن يعاد المحاكمة مرة أخرى ويحكم عليه بعقوبة أشد، وكما هي تطالب بعقوبة حتى لو ما تمش يعني تفعيل القانون في التو اللحظة، ولكن يعني يعني حاجة رادعة على الأقل، بس يعني تشفي غليل الأم اللي فقدت بنتها بالطريقة البشعة دي. بالظبط. وبرضو أذكر بأن احنا يعني بناخد مواقف تحت الغضب كثيرا، يعني احنا طول الفترة اللي فاتت بنطالب بالحزم وسرعة العقاب لمن يرتكبون العنف ويمارسون الإرهاب. عندما أصدر قاضي قرارا مش حكما حتى الآن بإحالة أوراق 528 إلى المفتي، وسوف يصدر حكمه في نهاية شهر إبريل، انتفضنا كثيرا واعتبرنا أن هذا القاضي تجاوز على القانون تجاوزا شديدا.
فلنترك الامور يعني نتعامل معها بشكل اهدى. لكن انا ما اقدرش اقول لوالده الطفله زينة ان الا طبعا أنها ولا حد يقدر يلومها ابدا على مشاعرها بزارة. يعني دي حاجه غصب عنها، واحنا بالعكس احنا بنعزيها واحنا معاها بالظبط كده يعني، ده اكيد بالزبط. طيب